بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على 3 متر في متر بالشكل ده، وهنا الريزولوشن بتاعك 72، والكالر مود سي ام واي كي، وهنجيب الشغل بتاعنا من بره. طبعا هنيجي هنا نخلي الخلفية بتاعتنا أسود صريح، بنيجي نخلي كل ده كده ميات، وبتجيب البي اللي هو التقيل، وبتجي هنا تضغط نقطة، وهنا كده نقطة بالشكل ده، وتعمل هنا كده نقطة، وهنا كده نقطة، وكنترول انتر، وهنا هتخلي دي كده بالابيض تمام. وهتيجي عندك هنا الجنب ده، هتجيب الخلفية دي هتضيفها عندك هنا كده، فانت بتيجي كده بتدوس كنترول تي، وبتكبر كده بالشكل ده، وتروح عامل هنا كده كليبنج ماسك بالشكل ده كده. وبتجي عندك هنا الجنب التاني، بتجيب مجموعة الموبايلات دي وبتضيفها عندك هنا كده، وبتكبرها على قد مساحة العمل بتاعتك. ممكن مثلا لو انت عايز تصغر دي كده شوية صغيرين، مفيش مشكلة خالص، ممكن دي تطلع كده من الجزء ده برضو مفيش مشكلة. وهتجي عندك هنا الجنب التاني، هتجيب المربع ده كده وهتكبر على قد مساحة العمل بتاعتك بالشكل ده كده، وهتعمل كنترول جي كنترول تي، وهتصغره كده بالشكل ده، وهتكتب هنا في الجزء ده كده سنترال عبد المعبود لخدمات المحمول. وهتيجي عندك كده الجنب ده بالبين تول برضو، هتجي تعمل كده زي نظام شيب كده تمام، وهتضغط هنا هتعمل لير جديد وكنترول ديليت، وهتجي هنا تديله الكالر بتاعه هيبقى معاك بالشكل ده كده. بس طبعا هنغمق كده الابيض ده، وده كده هنفتحه بس كده سنة بسيطة، وده كده كنترول تي، وهنجيبه كده شوية، او ممكن دي برضو نجيبها كده سنة كده بسيطة تمام برضو. وهنا هنعمل كده مثلث بالشكل ده كده، وهنديله برضو الكالر بتاعه، هنكريت لير وكنترول ديليت، ونضغط هنا كده دبل كليك على الجريديان، ودي كده هنخليها كده بالاصفر 100 اصفر، ودي هنخليها 100 اصفر و25 يلو، ودي هنكبرها كده شوية كده بصوت، ممكن مثلا نخليها بالشكل ده. وانا اجي عندنا هنا كده تحت بالبي كده، ادي كده كليك، وادي كده كليك، وادي كده كليك، كليك كنترول انتر، او يا اما مثلا نجي هنا كده كنترول انتر بالشكل ده كده، ونعمل برضو لير، ودي كده هنديلها الاف اكس، ودي كنترول جي، ودي كده هنطلعها كده من ورا بالشكل ده، وهنجي هنا كده عند دي وهنديلها الاف اكس بتاعتها، هتبقى معنا كده بالشكل ده. ممكن مثلا تروح مغمى دي مثلا سنه كده بسيطه، ودي ممكن مثلا نفتحها كده نجرب تمام كده، تبقى معنا كده. ودي هنديلها الاف كنترول تي، هنجيبها بس كده سنه كده بسيطه، بضغط بالانتر يعني بضغط كنترول تي وبال والكنترول، واروح ساحب كده بالكليك تمام، بيجي معاك كده بالشكل ده. ممكن مثلا دي لو عايز اخليها مثلا جوه بالشكل ده كده مفيش مشكله، شغال برضو. هنكتب بيع شراء استبدال البيع بسعر الجمله واكسسوارات موبايلات، وهنعمل كده هنا كده شيب كده بالشكل ده، وهنكتب الرقم من جوه، وهنيجي نعمل منه دبل، هنكتب الايميل بتاع العميل ده. انا صغرت دي كده شويه صغيرين ودخلت دي كده في قلبها الشغل ده، وجيت هنا برضو ظبطت كده الالوان دي، لان الالوان دي انا حسيت ان هي بايظه، فجيت من هنا من عند الجريديان، فباجي من هنا كده دي نسب الالوان بتاعتها 5 و 3 53 44 44 9
والجنب التاني برضو نفس الكلام، 70 64 63 64، وهنا برضو دي برتقاني ودي اصفر، دي 100 يلو و25 ماجنتا، ودي 100 يلو. طبعا هنجيب اللوجوهات بتاعتنا وهنبدأ ان احنا بقى ننسقها هنا في الجنب ده اللي هي اللوجوهات دي. ودي انا عطيت لها كده اسود 100% اللي هو هنا، وجيت هنا من عند البيفل وعلت كده السايز بتاعنا، والداز دي 100، تمام كده. ودي طبعا اللوجوهات بتاعتك هتلاقيها هنا كده عندك، تمام كده. دي ممكن مثلا تطولهم كده سنة كده بسيطة، هيبقى معاك كده بالشكل ده. ودي ممكن مثلا تنزلها كده تبقى معاك برضو بالشكل ده كده. وهتيجي عندك برضو هنا الجنب التاني هتجيب اللي هي بتاعت ريدمي دي، هتخليها هنا كده بالشكل ده، وهتكبرها هنا كده. وهتجي تيجي عندك برضو هتجيب اللي هي بتاع اللي هي الشاومي دي، هتخليها عندك هنا برضو كده بالشكل ده. طبعا لو في اي لوجو او في اي حاجة تانية في الحيط ممكن بقى تضيفها هنا في عندك في الحتة الفاضية دي، تمام كده. وهي دي كانت حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.